السيدات والسادة في كل مكان، جولة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. مرحبا بكم، أو مرحبا بك زميلتي هاجر سليمان. البداية معك. شكرا عمرو، ومشاهدينا تحية طيبة. فقد تابعنا ختام الموسم الخامس لرالي السيارات الكهربائية للجامعات في الشرق الأوسط بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ولجان تحكيم دولية. الحدث يعد أضخم وأكبر حدث للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط للجامعات، ويتبع للمنظمة الدولية المعتمدة رسميا على مستوى العالم، ونظمه مهرجان العالمين الجديدة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤسس ومنظم للمهرجان، كما نفذته وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي وجامعة عين شمس وعدد من المنفذين. ويعد رالي السيارات الكهربائية للجامعات درة مهرجان العالمين الجديدة علميا وتنمويا وتعليميا وترفيهيا، وأعلى مستوى علمي تنظيمي موجود على مستوى الشرق الأوسط. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في كلمته في ختام الموسم الخامس لمبادرة رالي السيارات الكهربائية إبر مصر المقام بمدينة العالمين الجديدة، أن مدينة العالمين الجديدة كانت مجرد صحراء قاحلة قبل 6 سنوات وأصبحت الآن تنبض بالحياة. وأعرب مدبولي عن سعادته بما رآه في رالي السيارات الكهربائية بمدينة العالمين الجديدة، مؤكدا أنهم يشجعون تعميق التصنيع المحلي والاستفادة من البحوث العلمية. قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور محمد أيمن عاشور إن النسخة الخامسة من رالي السيارات الكهربائية يشارك بها 43 فريقا من 28 جامعة. وخلال كلمته في ختام الموسم الخامس لمبادرة رالي السيارات الكهربائية مصر إيفر المقام بمدينة العالمين الجديدة، أضاف وزير التعليم العالي أن المسابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن النسخة القادمة من رالي السيارات الكهربائية ستشهد طفرة كبيرة بمشاركة الجامعات العالمية. افتتح مهرجان نبتة للأطفال أولى دورته بمدينة العالمين الجديدة بالساحل الشمالي. وقد صرح رئيس المهرجان النجم أحمد أمين بأن الدورة الأولى مهداة باسم الشاعر والكاتب شوقي حجاب، والذي أثرى بفنه محتوى الأطفال. كما سيتم تكريم أيضا مجموعة من الكتاب والفنانين الذين أمتعوا جيلا كاملا من الأطفال بمحتوى وأغاني كانت قدوة ورسالة لا يمكن أن ننساها. والجدير بالذكر أن مجموعة من نجوم الفن سيشاركون بفقرات للأطفال في حفل الافتتاح، مثل النجم هشام ماجد والذي يقدم أوبريت كلمني مصري، والنجمة شيماء سيف، والطفل جان رامز، والممثلة الطفلة لافينيا نادر. يقوم فريق الإعداد بقيادة المخرج هشام فتحي بتحضير أوبريت من كتابة منى القيعي وألحان أحمد طارق يحيى، ويتوج الحفل بشعار المهرجان كيكو. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، رالي يقام لأول مرة في مدينة العالمين الجديدة للسيارات الكهربائية والتي تدخل مصر مجال تصنيعها بقوة، وبمحاولة أن تكون سيدة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية على مستوى المنطقة وربما في المستقبل على مستوى العالم. ما هي رؤيتك لهذا الرالي وهذا الاحتفال؟ هو طبعا يجب أن نؤكد في البداية على نقطة مهمة جدا على مهرجان العالمين. مهرجان العالمين ليس مهرجانا ترفيهيا فقط، ولكنه مهرجان علمي ثقافي ترفيهي شامل لكل المواهب ولكل الاختراعات الجديدة اللي شفناها. طبعا وجود
النهاردة رالي السيارات الكهربائية ووجود هذه النماذج من الشباب المصري والجامعات المصرية والاهتمام بالبحث العلمي والاهتمام بالخبرة في هذا المجال وتنفيذ هذه المشروعات من خلال مدينة مهرجان العالمين، ده تأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة جدا في مجال طبعا تصنيع السيارات الكهربائية، لأن دي من الأشياء المهمة جدا اللي بتحافظ عليها الدولة المصرية في المستقبل، أنها بتحافظ على البيئة وبتحافظ على التغيرات المناخية أو بتواجه التغيرات المناخية. ومصر في الوقت الحالي بتتجه طبعا إلى الاقتصاد الأخضر زي ما احنا عارفين. إذن وجود هذا الرالي في مدينة العالمين باشتراك الجامعات المصرية بخبرات الشباب المصريين اللي بيقوموا بينفذوها، وأعتقد أن هتستفيد منها الدولة، هتستفيد منها مجال البحث العلمي بشكل كبير جدا، هتستفيد منها أيضا المصانع المصرية اللي هتبدأ في تصنيع هذا النوع من السيارات الصديقة للبيئة خلال المرحلة المقبلة. فده في إطار طبعا أن المهرجان العالمين مهرجان ترفيهي علمي ثقافي شامل لكل المواهب داخل الدولة المصرية، وبيقدم نموذج حقيقي للمهرجانات على مستوى العالم ككل. يعني مش هتلاقي مهرجان يعني هنا. ما هي قراءتك أستاذ جميل بالفعل لهذا المهرجان الذي تحول إلى إحدى وسائل القوى الناعمة المصرية؟ فهو بالفعل مهرجان فني، مهرجان رياضي، مهرجان علمي كما تفضلت حضرتك. كيف استطاعت الدولة المصرية أن تجعل مدينة العالمين الجديدة وهذا المهرجان السنوي إحدى وسائل القوى الناعمة لمصر؟ هي مدينة العالمين كان مسلط عليها الأضواء من فترة طويلة، ولكنها كان مسلط عليها الأضواء لأنها أكثر مكان يحوي ألغام على مستوى العالم، فيها 24 مليون لغم. فاستطاعت الدولة بقدرتها برؤية القيادة السياسية منذ عام 2014 التوجه وبالإرادة أيضا التوجه إلى مدينة العالمين، إزالة الألغام بالكامل. من 6 سنوات كان هذه المنطقة كلها صحراء تماما، تم البناء في زمن قياسي، ومش في زمن قياسي بس، أصبحت ملتقى من خلال طبعا مهرجان العالمين، أصبحت ملتقى للترفيه والثقافة والعلوم والفن والرياضة في منطقة البحر المتوسط، شمال المتوسط وجنوب المتوسط. مش مفيش مهرجان في أي دولة من هذه من الدول على المتوسط وبها مهرجان زي مهرجان العالمين، وأيضا مش في منطقة أيضا المتوسط فقط، ولكن في منطقة الدول العربية أو على مستوى الشرق الأوسط. يعني في عدد كبير من الأشقاء العرب متواجدين في مدينة العالمين، عدد كبير من السياح من دول المتوسط متواجدين في مدينة العالمين. إذن أصبحت هذه المنطقة هي منطقة جاذبة لاجتياحها بشكل كبير جدا، جاذبة للاستثمار أيضا بشكل واضح. هي الصورة الحقيقية للجمهورية الجديدة داخل الدولة المصرية في تطوير وتحديث داخل الدولة بشكل سريع جدا. فهذه مدينة العالمين ومهرجان العالمين ده هي دي الصورة الحقيقية اللي بتقدمها مصر أمام العالم، ولهذا السبب هي أصبحت بالفعل يعني تحظى باهتمام العالم ككل في الوقت الحالي. ودعنا نعرج على احتفال أو مهرجان نبتة، يعني حتى العالمين ومهرجان العالمين الجديدة لم ينسى الطفل المصري من خلال هذه الفعاليات المتعددة. في عجالة، ما رأيك في هذا الاحتفال أو المهرجان اللي هو مهرجان نبتة؟ زي ما قلت لحضرتك، هو اهتمام المهرجان بكل أطياف المجتمع داخل الدولة المصرية، وطبعا الأطفال ليهم نصيب كبير جدا إن هو يهتم بالطفل، يهتم بأنه يمد الطفل بالثقافات، إنه يعرفه على الفنون أو ويقدر إن هو يكتشف مواهب جديدة للأطفال، ويقدم لهم النماذج الحقيقية للدولة المصرية اللي هم كانوا بيكتبوا أشعار للأطفال أو أغاني للأطفال، وفي مغنيين وفي أيضا أوبريت هيتامي للأطفال. إذن البهجة بتعم في مهرجان العالمين على كل المستويات وجميع الفئات وجميع الأعمار
داخل مدينة العالمين في الوقت الحالي. ده اهتمام أيضا من الدولة، توجه من اهتمام بالدولة بالطفل وبزيادة الوعي. نحن في مرحلة بناء الشخصية المصرية وبناء الوعي لدى المواطن المصري، ويبتدي هذا الكلام من الأطفال الصغيرين، وهو ده أعتقد أن ده النبذة الحقيقية في مهرجان العالمين. الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، كنت معنا عبر الهاتف ونشكرك شكرا جزيلا. أكد وزير العمل محمد جبران أن مهرجان العالمين الجديد في دورته الحالية له صدى على مستوى العالم كله، موضحا أن مهرجان العالمين الجديد به حرف صغيرة ومتناهية الصغر ووفر الكثير من فرص العمل. وخلال مؤتمر صحفي بمدينة العالمين الجديدة، أكد جبران أن الدولة لن تتوانى عن الوقوف إلى جوار العمال، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالعمالة غير المنتظمة، فضلا عن اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل لذوي الهمم، مشيرا إلى أن أكثر من 1000 من ذوي الهمم تم دمجهم داخل سوق العمل الفترة السابقة. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة عمرو الفقي أن مهرجان العالمين الجديد وفر مئات فرص العمل للعمالة غير المنتظمة. كانت الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية قد استقبلت وزير العمل محمد جبران في مهرجان العالمين الجديد، وقام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشركة عمرو الفقي باصطحاب الوزير في جولة تفقدية. تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ترافقها الدكتورة هلا سعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية معرض تنمية الأسرة المصرية والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة. وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة المعرض الذي يقام على مساحة 2000 متر بمنطقة أرض المعارض بمهرجان العالمين الجديدة بالساحل الشمالي، بمشاركة 76 عارضا ينقسمون إلى 54 عارضا من الأسر المنتجة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب مشاركة 22 من رائدات الأعمال بالمجلس القومي للمرأة بهدف توفير فرص تسويقية لمشروعاتهن الحرفية. استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السيد محمد جبران وزير العمل بمعرض تنمية الأسرة المصرية والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. واصطحبت وزيرة التضامن الاجتماعي وزير العمل والحضور في جولة داخل أروقة المعرض الذي يشهد مشاركة 76 عارضا ينقسمون إلى 54 عارضا من الأسر المنتجة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب مشاركة 22 من رائدات الأعمال بالمجلس القومي للمرأة بهدف توفير فرص تسويقية لمشروعاتهن الحرفية. أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي تتويج مركز شباب بهادة بالقليوبية بكأس مهرجان العالمين لمراكز الشباب توتال إنرجيز في إطار فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. وأكد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مهرجان العالمين الجديدة يعبر عن جزء مهم جدا في الجمهورية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة بمنشآتها التي تعبر عن أشياء كثيرة في الجمهورية الجديدة. ويستعد فريق كايروكي لإحياء حفل غنائي ضخم بمهرجان العالمين في دورته الثانية يوم 23 من أغسطس الجاري. وطرحت شركة تذكرتي أسعار تذاكر الحفل من خلال منصتها الإلكترونية، وحددت عددا من الضوابط لحضور الحفل. ومن بين الضوابط التي حددتها شركة تذكرتي منع دخول المأكولات والمشروبات، مع عدم السماح بدخول الحفل بعد غلق الأبواب، وعدم السماح بالدخول
الدخول والخروج ولا يوجد استرجاع أو استبدال. وشهد المهرجان تعاونا مثمرا مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار وتستقطب السياحة من مختلف الجنسيات. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمبادرات دعم القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة وقطاع السياحة. وأكد مدبولي أهمية المبادرات التي تطلقها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة فضلا عن المبادرة الموجهة لقطاع السياحة، وذلك في ظل استهداف الحكومة دعم هذه القطاعات الحيوية والتي تأتي في إطار رؤية مصر 2030 والتي تستهدف النهوض بعدد من القطاعات الاستراتيجية والتي من شأنها أن تقود الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة. أكد مصدر مصري رفيع المستوى استمرار مفاوضات الدوحة ليوم آخر وسط محاولات تقريب وجهات النظر. وأشار المصدر إلى أن الوفد الأمني المصري يبذل جهودا مكثفة للتوصل إلى توافق بين الأطراف. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بوفد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وخلال اللقاء أكد وزير الدفاع جاهزية واستعداد رجال القوات المسلحة لتنفيذ المهام كافة التي توكل إليهم تحت مختلف الظروف للحفاظ على تراب مصر المقدس في ظل ما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات على المستويين الإقليمي والدولي. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء أركان حرب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، حيث قدم أعضاء اللجنة التهنئة لهما على ثقة القيادة السياسية في تعيينهما بمنصبيهما الجديدين، متمنين لهما التوفيق ومشيدين بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية لحماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالدور الوطني الذي تقوم به لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في كافة القضايا التي تدعم ركائز الأمن القومي المصري، مؤكدا جاهزية واستعداد رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم تحت مختلف الظروف للحفاظ على تراب مصر المقدس في ظل ما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات على المستويين الإقليمي والدولي.
أكد وزير العمل محمد جبران خلال جولة بموقع المحطة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح الدعم الكامل لسرعة إنجاز المشروع، وشدد الوزير على أهمية المشروع في تحقيق التنمية المستدامة في مصر ودعم الوزارة الكامل لجميع الاحتياجات اللازمة لنجاح هذا المشروع، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار رؤية الدولة للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل العاملين في المشروع. كما أكد الوزير أن المشروع يعد نموذجا يحتذى به في مجال الطاقة النووية السليمة أو السلمية. تفقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعمال إحلال وتجديد محطة تنقية مياه جنوب العلمين بطاقة 167 ألف متر مكعب يوميا، ووجه الوزير باتباع إجراءات التشغيل وصيانة القياسية الدورية للحفاظ على المحطة في أفضل حالة والحفاظ على المظهر العام للمحطة وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام والالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية وأنظمة إطفاء الحرائق وجميع وسائل الحماية المدنية. شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه تراجعا كبيرا خلال تعاملات اليوم وأمس، وفقد الدولار الأمريكي حوالي 1% من قيمته أمام الجنيه المصري خلال اليومين ليكسر السعر حاجز 49 ويسجل حوالي 48.90 بنهاية تعاملات اليوم. واصلت مؤسسة حياة كريمة توزيع صناديق الحماية الاجتماعية في قرية البصالي التابعة لمركز كومومبو بمحافظة أسوان وسط فرحة كبيرة من سيدات القرية التي أعربن عن شكرهن للرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسة حياة كريمة. وشملت كراتين المواد الغذائية سكر وأرز ومكرونة وشاي وصلصة وزيت ومسلي وفول وملح وفاصوليا. احنا سعداء النهارده ان احنا في قريه البصالي لتوزيع عدد كبير من الكراتين ان شاء الله، فالاهالي فرحانين خالص وكل السعاده. وبعدين مش كراتين بس، يعني بنوزع لحوم كمان. انا فرحانه جدا عشان الصرف الصحي دخل عندينا البنيه التحتيه اصلا، ودي حاجه كبيره خالص، وفي هنا بيوت وبسم الله ما شاء الله في حاجات كتيره. احنا سعدانه خالص في البلد، احنا فرحانين جدا جدا بالتوزيع اللي هنوزعه، وبشكر كل اللي ساهم في حياه كريمه وبشكر الرئيس. بنشكر سياده الرئيس اللي عملنا إنجازات كثيرة في البلد، وبنشكره إنه حاسس بينا في الصعيد. وإحنا بنشكر حياة كريمة على تعاونهم معانا في الأعمال اللي هي موجودة في بلدنا، كهرباء ومية وكراتين وصرف صحي. تفقد محافظ القاهرة دكتور إبراهيم صابر أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة شارع 9 بالمعادي بعد انتهاء أعمال استبدال المرافق به، ووجه محافظ القاهرة بضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال التشجير على جانبي كافة الشوارع والميادين التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها مع العناية بالمزروعات بالجزر الوسطى. قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بجولة تفقدية بمدينة جمصة لمتابعة مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمصطفين، ووجه المحافظ باستمرار أعمال النظافة العامة بشوارع المدينة كافة والكورنيش والشاطئ وتحسين الصورة البصرية للمصطفين ومراقبة الأسواق للتأكد من الإعلان عن الأسعار وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية مخفضة. ناقش محافظ المنيا اللواء عماد كدواني مع أعضاء مجلس الشيوخ مجموعة من الملفات الخدمية والتنموية بالمحافظة، حيث تم استعراض المقترحات والرؤى الرامية لإيجاد حلول المشكلات واحتياجات مواطني المنيا. وشدد محافظ المنيا على أهمية استمرار فتح قنوات التواصل المختلفة وتقديم كل أوجه الدعم لأي أفكار أو موضوعات تشغل المواطن، مؤكدا حرصه الشديد على مشاركة كافة الأجهزة الرقمية
الرقابية والتشريعية في الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات الخدمية بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشاكلهم ووضع الحلول السريعة والفورية لها. تفقد محافظ المنيا عماد كدواني كوبري عزب التل لمتابعة أعمال تنفيذه والوقوف على المعوقات كافة وإيجاد آليات سريعة لتلافيها لضمان استمرار أعمال إنشاء الكوبري. وأكد المحافظ مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بربوع المحافظة كافة وتقديم الدعم الكامل وإزالة المعوقات لتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من أكسترا نيوز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. نشكر لكم طيب المتابعة، تقبلوا تحيات الزميل عمرو توفيق وأنا هاجر سليمان وأيضا فريق العمل، في أمان الله.